جهود دؤوبة تقوم بها مؤسسة حياة كريمة تقدم خلالها خدمة متنوعة لجميع الشرائح المجتمعية بكل محافظات مصر، ويأتي على رأس أولوياتها تمكين الشباب والاهتمام بهم معنويا وثقافيا من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات مثل مبادرة وي سابورت. النهاردة في جامعة كفر الشيخ في المحطة السادسة لمبادرة وي سابورت، بنستمر في دعم الطلاب وإن احنا بنكون موجودين معاهم خلال فترة الامتحانات. بنستمر في توزيع الأدوات والهدايا البسيطة على الطلاب، بجانب أيضا رسائل الدعم والسعادة، وكمان بنتوسع في نشر خطتنا في الصيف لتنمية قدرات ومهارات الشباب اللي بتتنوع ما بين معسكرات صيفية وبرامج تدريبية تكنولوجية وبرامج تدريبية بتستهدف ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي الرقمي، وكمان استمرار لبرنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وبالتعاون مع عشرات الجهات الشريكة. هنقدم كل برامجنا وأنشطتنا لدعم الطلاب على مدار صيف 2024، مستمرين كمان في خطتنا السنوية ده. كل الجامعات المصرية احنا هنكون موجودين فيها، وطبعا يمكن بدأنا الانطلاق في الجامعات من أكتر من 29 منفذ لمؤسسة حياة كريمة، وزي ما حضرتك شفت معانا احنا بنبدأ كل الأنشطة من مركز منفذ المؤسسة اللي موجود وبننطلق منه لكل الجامعات. النهارده متواجدين في جامعة كفر الشيخ ضمن المبادرة اللي بتطلقها مؤسسة حياة كريمة وي سابورت للدعم النفسي لطلاب الجامعات المصرية والدعم المعنوي. بنقدم لهم هدايا تذكارية بسيطة وبنعرفهم فيها على الأنشطة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الصيفية إن شاء الله. عندنا معسكرات فاليو، عندنا ملتقى شباب الجامعات، عندنا معسكرات تدريبية، عندنا كورسات تدريبية، عندنا نماذج محاكاة للطلبة في كل الجامعات. احنا النهاردة موجودين هنا في مبادرة وي سابورت، هي مبادرة من ضمن مبادرات حياة كريمة. موجودين هنا مع اخواتنا الطلاب، بنبعت لهم رسائل طمأنينة قبل ما يخشوا لجان الامتحانات، بنقول لهم ان احنا معاكم ندعمكم، فاتحين لكم باب التطوع في ان شاء الله في الصيف ان انتوا تقدموا معانا، بس جيف اواي وحاجات بسيطه كده بنقدمها لهم، وفي نفس الوقت بنوضح لهم ايه الانشطه اللي احنا مقدمينها لهم في الصيف من انشطه ثقافيه ورياضيه واجتماعيه. احنا متواجدين النهارده داخل الحرم الجامعي في جامعه كفر الشيخ كاعضاء ومتطوعين مؤسسه حياه كريمه، طبعا في وقت كداعم لطلبه الجامعه وقت الامتحانات. احنا دورنا النهارده بنوزع عليهم هدايا، بلس كمان ان احنا بنعرفهم بانشطه مؤسسه حياه كريمه، ان هو يكون ليهم دور وتطوع داخل المؤسسه معانا ان شاء الله. ومن انشطه مؤسسه حياه كريمه واللي احنا بنتعرف عليهم وهو منتدى شباب الجامعات، وده منتدى بيتم على مستوى الجامعات المصريه على مستوى الجمهوريه بكافه انواعها، وده يعتبر منصه مهمه جدا للحوار للشباب.